كوره وادي داخل وضربه حره موبايل يقول له اني. وعلى فكره اي حد قريب بامبو يقول له خلي بالك انت ولد كويس ولعيب كويس، بس كثير الكلام حكام هياخدوا عنك فكره كويسه وهتبقى ولد مش شايف. الله الله الله، وصفاره وضرب الجزاء. الله الله، وعلى سهوه لعبت كوره والتحرك بدون كوره، وعلى طول اتلعبت وضرب الجزاء في دقيقه 21. انا قلت الله على التمريره والتحرك بدون كره، وابراهيم نور الدين له التقدير في ضربه الجزاء وضربه. بص حضراتكم، تحرك بدون كره حلو قوي، تحرك بدون كره حلو قوي لاحمد علي. واحد اهو اهو، لما الزمالك لعب باتنين راس حربه نجح تماما في انه يبدا يخترق في الحته ديت، وضرب الجزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 22 من زمن الشوط الثاني، من كره مبخته وقويه، وطلع اكرامي وصفر ابراهيم نور الدين ضرب الجزاء. مين اللي هيلعبها؟ يقرب لنا كده محمود فتح الله، وضرب الجزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 22. هل يتعادل الزمالك او يستمر النتيجه للاهلي؟ وفتح الله، فتح الله، فتح الله، فتح الله يضيع ضرب الجزاء، واحمد سليمان هيسيب الملعب ويمشي ولا ايه؟ وفرصه كبيره جدا. الهدف ده لو كان جه كان الزمالك هيبقى ليه شكل تاني خالص، لان في التوقيت ده والتغييرات اللي اتعملت الزمالك مسك كوره وبدا يبقى باتنين راس حربه وبدا يزعج النادي الاهلي زي ما احنا شايفين كده. وضربه الجزاء تضيع برجل محمود فتح الله. وعلى فكره البرازيل وشيلي جابوا 3-2 في اهداف ضاعت وضربات جزاء ضاعت، والمخرج هناك، المخرج هناك بيلف على الكوره حلوه قوي، بيلف على انفعالات المدربين والمدرجات حلوه قوي قوي. ومن حظ النادي الاهلي ان يضيع محمود فتح الله ضربه الجزاء في الدقيقه 22. لا يستمر الحال على ما هو عليه. ايه هو اللي عليه؟ ان الاهلي متقدم بهدف من نيران صديقه لاحمد توفيق في الدقيقه 21. وادي يعني رمضان صبحي هيضيع الفرصه على نفسه ويزك وينزل موسى يدان ويقعده. واضح جدا يعني ضياع ضربه الجزاء على مسؤولي الزمالك، وعلى طبعا لو كان في جماهير